صباح الخير عليكم يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. خلاص باقي 3 ايام على العيد، مش اكتر من كده. يا رب يا رب يجي علينا بخير وعليكم دايما، وتبقى ايام كلها فرحة وعيد عليكم وعلى كل حبايبكم بإذن الله. عملنا اخر جولة ليه نفسه الخميس قبل العيد، ان شاء الله ناخد اجازة العيد ونرجع بقى نكمل جولاتنا ونشوف انتوا عايزين تروحوا فين، واوديكم وافسحكم في كل حتة انتوا بتحبوها. هعمل لكم اخر جولة النهاردة في سوق الخميس، ان شاء الله هعمل لكم اخر جولة في الوكالة، ودي هتبقى اخر جولاتنا على القناة قبل العيد بإذن الله تعالى. تعالوا كده، اول حاجة كان عند ام زياد والجبرات بتاعتها، المتر ب5 جنيه، علشان بس نبدأ كده جولتنا بالمظبوط. احنا فين؟ احنا في سوق الخميس في المطرية، ورا مستشفى المطرية على طول، قدام بوابة الاستقبال. هتلاقي على ايدك اليمين كده بلوكات، طول ما انت ماشية 8 10 وهكذا لحد ما نوصل لفتحة واسعة كده في وش باب الاستقبال بالظبط. فيها بقى فرش ام زياد وفرش البطاطين اللي فات ده، البطاطين البطانية اللي هي ال5 كيلو ب 500 وال7 كيلو. بصوا انا يعني انا مش فاكرة الاسعار، انا قلت لكم عليها الفيديو اللي فات، دي لقطات كده عشان نكمل جولتنا. انتوا طبعا لو عايزين تعرفوا الاسعار بالتفصيل، ال5 وال7 وال8 والكلام ده واسعارهم، هتلاقيهم في الفيديو بتاع سوق الخميس اللي قبل ده على طول. هنكمل بقى جولتنا من هنا، ده بداية الفيديو بتاعنا النهاردة. هنروح بصوا يعني احنا دخلنا من الفتحة دي اللي فيها ام زياد وفيها البطاطين وفيها ام ولاء اللي كنا صورنا عندها قبل كده، بتاعت الملايات واللي بتفصل ملايات، ده كمان قماش ملايات حلو جدا، المتر بتاعه ب30 جنيه. مكملين في طريقنا، انت هتاخدي في وشك كده على طول عشان هوديكم اماكن جديده وافسحكم. بصراحه لقيت اماكن حلوه جدا، الحته دي انا اول مره اروحها، شفت فيها حاجات حلوه قوي. تعالوا اوريكم الاول حافظه السجاد دي بتتباع بالكيلو، هي تنفع سجاده خفيفه وسجاد صيفي وتنفع حافظه سجاد، تمام كده. الناس بتاخده على انه سجاد عادي جدا، لكن انا شايفه ان هي يعني بما ان ما لهاش فروه وعامله زي الحافظه، فتنفع كمان حافظه سجاد، بس بتتباع بالكيلو، تمام كده، بالكيلو ب70 جنيه، على حسب وزنها وحسب حجمها طبعا، كل ما بتكبر كل ما وزنها بيكبر. فانت مثلا عايزه 2 في 3، عايزه 1.5 متر في 2 متر، عايزه اكبر اقل، بيوزن لك. والكيلو ب70 جنيه، يعني طلعت 3 كيلو مثلا بتبقى ب210، 2.5 كيلو وهكذا، بتضربي في 70 جنيه على طول. والميزان جنبه اهو، وكان بيوزن في واحدة 3 كيلو، تمام. كمان عنده الدفايات بتاعت السرير اللي قدامكم دي، بتتباع بالكيلو ب60 جنيه، تمام كده. عنده البول بيبيع بالكيلو، كان بيبيع ب60 جنيه، تمام كده. طيب جنب الراجل ده على طول لقيت اكتشاف فرش واحد سوري اسمه مصطفى. مصطفى السوري ده بقى عنده كل ما تحتاجيه وما تتخيليه من رفايع المطبخ، مقاوره وسكاكين واطباق صغيرة وحاجات كتير كده، وعنده كل اشكال السكاكين والسواتير اللي ممكن تستعمليها في المطبخ، وعنده كمان الماسك بتاع المطبخ وكل حاجة هفرقكم عليها، معالق الخشب دي تقريبا انا مش عارفة هي ايه، بس هل هي مثلا سكينة زبدة؟ ناس كتير كانت بتسأل هي ايه، انا في الغالب مثلا دي اللي بتفرد الزبده على العيش او الجبنه الكريمي، مش عارفه، لو انتوا عارفين قولولي، ولو انا صح برضه قولولي. الملاحات دي كانت ب 12 جنيه، كان عنده منها اشكال حلوه قوي، والسكاكين اللي انا مش عارفاها دي كانت الواحده بجنيه واحد بس. المعالق الخشب اللي قدامكم دي كان بيبيع الاربعه ب10 جنيه. البتاعه اللي قدامكم اللي فيها كور خشب دي، كل الناس كانت عايزه تعرف هي ايه اللي هي دي. طب انتوا حد فيكم عارف هي ايه؟ لو حد فيكم عارفها يقول لي في الكومنتات. انا سالت الراجل بيقول لي قال ايه دي، لو عوزتي تهرشي بيها في حته او راسك وجعك تهرشي بيها، بس انا اكيد هو بيضحك عليا، او تضربي بيها حد. بس لو حد فيكم عارف دي بتاعت ايه، يا ريت يقول لي، علشان انا ما صدقتش اللي هو قاله. هو معقوله يعني هيخترعوا حاجه خشب الواحد يهرش بيها؟ لا طبعا، ولا حد يضرب بيها حد، هي بتوجع جدا يعني. فمش عارفه هل دي هي، حتى مش المفرق بتاع الويكا، المفرق بيبقى نازل كده بحرف تي مقلوب، لكن دي انا مش عارفه هي ايه. فاكيد اكيد اللي يعرفها لازم يقولي في الكومنتات هي ايه، لاني من ساعه ما شفتها وانا عايزه اعرف هي ايه.
الفرش والمساحات والمقشات الصغيرين والحاجات دي كلها، اي واحدة فيهم كانت ب5 جنيه. تمام. المات دي اللي بتتحط على الرخامة او بتتحط كمان جنب البانيو علشان المية او ما تتزحلقيش، او جوه البانيو نفسه عشان ما حدش يتزحلق. كمان ممكن تستعمليهم في المطبخ، تحطي عليهم حاجة على يعني بدل ما تحطيها على رخامة مباشرة. كل دي الواحدة ب5 جنيه، الواحدة من دول كانت ب5 جنيه. في منهم الملون زي ما انتوا شايفين، ومنهم السادة. المعالق الخشب والشوك دي زي ما قلت لكم ال4 ب10. كل البتاع اللي في البوكس اللي قدامكم، كل انواع الماسك دول كانوا ب7.5. اي ماسك من دول، بص انا بمسكهم ازاي، اي واحد من دول كان ب7.5 جنيه. بصراحة سعر مغري جدا. بقول لكم رفايع المطبخ عنده كانت ببلاش بجد، كان عليه هجوم بقى. الناس كانت عنده كانت بتاكل في الحاجة اكل. انا بقى يعني حبيت افرجكم على كل انواع الماسك اللي عنده، علشان اللي بيدور على حاجة يروح عند مصطفى السوري، بجد حاجته حلوة جدا وكتير بقى، انتوا فاهمين يعني عنده كميات ما شاء الله. كمان عنده الحاجات اللي بتلزق على التلاجة دي، كان في حاجات كتير انا معرفتش اصورها علشان كانت وسط الزحمة وناس، وعشان اخش لها جوه كنت مش هعرف يعني ادخل وسط الزحام وكده. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده، البوكسات اللي قدام دي فيها الحاجات اللي بتلزق على التلاجة، والفواكه اللي بتتحط في طبق الفواكه المجففة اللي هي منظر يعني. وكان عنده حاجات كتيرة قوي في البوكسات بتاعته، بس اللي قريب مني بس اللي كنت بصوره علشان خاطر مش هعرف اعدي الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين رفيع المطبخ عند مصطفى السوري. طيب هوصف لكم ازاي تروحوا عنده تاني. انت بتخشي من جنب مستشفى المطرية عند بوابة الاستقبال، انت بس قولي انا عايزة اخش عند بوابة الاستقبال. اقفي كده عند بوابة الاستقبال، ادي ظهرها ليكي، هتلاقي في وشك فتحة على طول في وسط البلوكات. خشي في الفتحة دي وامشي على طول على طول على طول، على ايدك اليمين هتلاقي الفرش. انت السوق هتلاقي الفرشات بتاخدك لوحدها. بالمناسبة الفرو ده المتر بتاعه ب120 جنيه، عجبني قلت اسأل لكم عليه. ناس في الغاوية الحاجات دي، المتر ب120 جنيه، انا كان عجبني جدا. بس بصراحة استغليته، مش عارفة ده سعره مناسب ولا لا. هما طبعا بيفصلوا في سوق الخميس، يعني هي بتقولك سعر علشان مثلا ممكن تبقى عايزة فيه 100، ممكن اقل، الله اعلم. انا اصلا معرفش سعره كام فاستغليته وانا مش فاهمة. فهل هو سعره كده؟ برضو اللي يعرف يقول لي. انتوا اخواتي وحبايبي ولازم تعرفوني وتنصحوني علشان بعد كده ابقى فاهمة. تعالوا بقى اصور لكم كمان السكاكين والصواتير. عنده السكاكين كلها بتبدأ من 5 جنيه لحد 12 جنيه. اكبر سكينة والسطور اللي في ايدي ده تخيلوا بكام؟ ها حد يقول؟ ها هتقولوا ب20 جنيه بس، ب20 جنيه بس. تمام. السكاكين دي كلها بتبدأ من 5. بصوا انا جربت السكينة حامية زي الموس، حطيتها كده على حرف الكرتونة دخلت على طول، يعني ما استنتش حاجة. وطبعا انا بكره السكاكين دي جدا، انا بكره السكينة الحامية اللي بوزها طويل، لان انا بخاف منها لانهم دايما بيعوروني فما بحبهمش. انا احب السكينة بوزها ما يبقاش مدبب كده خالص، يبقى بوزها اللي هو سكين اللي هي اللي بوزها مقطوم دي، عارفينها اللي هي مثلا لا قدر الله لو دخلت في حاجة ما تدخلش. ما بحبش اللي بوزها رفيع دي ابدا، بخاف منها، شكلها كده بيخوفني. المهم كان عنده طبعا كميه سكين كتير في وشه بقى على طول. المحل ده او الفرش ده عنده الفساتين اللي انتوا شايفينها دي، فستان ب85 وفستان ب120، الجينز ابو طاقيه ده ب120، والفرش اللي في الارض ده ب35 جنيه. كان في شمزات وبلوزات زي ما انتوا شايفين، وبلوزات اطفال. الطريق ده طول ما انت ماشيه فيه كده هتلاقي فروشات من دي كتير، ولسه هنقابل فروشات ب5 جنيه وفروشات ب12.5. وهوديكوا كمان مكان جديد بيبيع فساتين سواريه وفساتين افراح غير عم مصطفى. انا مصورتش المرة دي عنده، هوديكوا مكان جديد عندهم تشكيلة كمان حلوة وكويسة، واللي بتبيع كمان ست مش راجل، وده احسن بكتير بكتير بكتير. طيب تعالوا بس الاول نشوف هنا اللي هناك كان ب35، والحاجات اللي بالتيكت بتاعتها دي كانت ب20 جنيه، الشورتات الاولادي، وكمان كان في لبس اولادي كتير وشراويل وقمصان زي ما انتوا شايفين، واي قطعة من دول كانت ب20 جنيه بس.
زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني الناس كانت بتدور وكده. كان في كمان بيجامات على فكره اللي هي مرسوم عليها ميكي، دي كانت بيجامه والبنطلون بتاعها كان موجود، بس القطعه ب20، يعني البنطلون بسعره والتيشيرت بسعرها، يعني الطقم على بعضه ب40 جنيه من الاخر، يعني البيجامه على بعضها. وطبعا ده سعرها حلو جدا، وكمان تلبس ما شاء الله محيرات مش بس اطفال. اللي قدامكم ده شغل كده اللي هو بيركب على العبايات البيتي والحاجات دي اللي بتتباع بالمتر يعني، بس مش عارفه برضو اسمها ايه. الراجل هنا كان بيحط شغل جديد وبيجامات زي ما انتم شايفين. التيشيرتات دي حلوه جدا على فكره، الاصفر ده جميل جدا، وحتى لو هتاخدي التيشيرت بس على ستريتش اسود كده ولا بنطلون اسود زي الفل. الشراويل دي كانت الكبير ب65 اللي هو المحيرات يعني، والاطفال كان ب35 جنيه تمام. وكمان كان معاه كومة من اللبس كده، كان بيبيع اي قطع عليها ب20 جنيه. ده فرش قماش ومعاه قماش دانتيل وقماش تل ب10، وكان معاه فتافيت السكر ب70، والدانتيل كان بيبيعه ب35. طيب الترنجات دي كانت بيجامات اطفال خامتها حلوة جدا، والطقم كان ب35 جنيه، وسعره بصراحة كان حلو جدا جدا جدا. كل ده انا لسه ماشية في نفس الطريق، لا حودت يمين ولا حودت شمال. طول ما انت ماشية بتلاقي على يمينك فروشات وعلى شمالك فروشات. الفرش ده كان ده محل اصلا بتاع قماش، سواء قماش تفصيل او كمان بيبيع عبايات بيتي، وعنده قطع قماش القطعه ب20 جنيه على بعضها. انت وحظك بقى القطعه تطلع متر مترين، هي كده بالحته الحته ب20 جنيه تمام. وده حاجه متعارف عليها وكنا بنشوفها كتير في سوق الخميس، بس انا كل مره سوق الخميس ده عالم تاني ودنيا تانية. كنت بمشي في اتجاه تاني خالص، كنت الاول بنزل لكم من ناحيه مسجد الانوار المحمدي، وكنت بدخل لكم في اماكن جديده خالص. المره دي بقى نزلت من المستشفى المطريه، وكمان صورت لكم من جوه بقى، بديت من جوه خالص، لانك مهما تخش جوه بتلاقي سوق تاني وناس تانيه وبياعين تانيه، وبتكتشفي اماكن جديده زي المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده. برضو من ضمن الاكتشافات في سوق الخميس، الفرش ده بيبيع اي قطعه ب12 جنيه ونص، وفيهم قطع كانت بالتيكت تمام. كان فيهم بنطلونات وسواء حريمي او رجالي، وكان فيهم الورا كان اطفال، كانت بتبيع قطعة الاطفال ب5 جنيه، بس ده كان جنب الست من ورا، ما كانش ينفع اخش اخطي الفرش واصوره، بس هو باين الكومة اللي ورا دي كانت اطفال، والقطعة اهي الكومة اللي هناك دي اللي الناس بتنقي منها دي كانت القطعة ب5 جنيه. طيب ايه كمان؟ انا قلت لكم ان السعر هنا كان 12.5، وكان في حاجات حلوه جدا. انا بصراحه كنت بشوف الناس بتنقي على ايديها حاجات جميله جدا، وفي حاجات بالتيكت وبنطلونات حلوه وبلوزات، وعلى فكره في الغالب دي بواقي محلات، لان القطعه كان في منها كذا قطعه. يعني البلوزه البينك اللي قدامنا دي اللي الشمس ضاربه فيها، ايوه اللي مش باينه دي، كان فيها كذا قطعه منها، يعني هي كانت قدامي وفي كان مع واحده تانية معاها نفس القطعه، فده معناه ان دي ملابس، في منها ملابس طبعا مستعمله وفي منها ملابس جديده بالتيكت. زي ما انتم شايفين البنطلون الرجالي اللي قدامكم ده كان بالتيكت وب 12 جنيه ونص. كمان كان في حاجات كتير جدا حريمي، وفي عبايات وسعرهم زي ما انتم شايفين 12 جنيه ونص. بصوا البنطلون الرجالي ده حلو جدا، الماتيريال بتاعته حلوه جدا بصراحه، يعني انا شايفه ان براند محترم، وكان سعره 12 جنيه ونص بس. دي عبايه معرفش هي مش عبايه، هي زي بلورو كده مفتوح يتلبس تحتيه بيزك، يعني كان في ايد واحده واخداه، كان برضو منه كذا قطعه وجديد بالتيكت برضو ب 12 جنيه ونص، وبرضو بواقي محلات، لان كان في منه كذا قطعه، وكان في منه على بينك، وكان في البيج ده او الاوف وايت ده تمام. كان في بلوزات برضو كتير حريمي، بس انا بقى يعني خلاص كده مش هطول لكم على الفرش ده اكتر من كده. انا وريت لكم تقريبا حاجات كتير موجودة عليه رجالي وحريمي وكمان الاطفال. هنسيب الفرش ده برضو ونكمل في طريقنا، احنا لسه لحودنا يمين ولا شمال، عشان هنحود دلوقتي عشان اوديكم عند نشأة بتاع الفوط ده، عالم تاني ودنيا تانية. عنده شوية فوط وبشكير ونص بشكير وكفر ملايات وكفر مراتب وقماش ملايات وملايات وحاجات تحفة للناس اللي عايزة
لسه عايزه تجدد على العيد وعايزه تاخد فرصتها. ده محل موجود كل يوم مش بس يوم الخميس. تعالوا الاول نشوف الاتيليه ده او المعرض ده، عنده فساتين سواريه كتير جدا والاسعار بتبدأ من 75 جنيه، والسعر مش كل مرة زي ما هو. هرجع انوه لكم على الحتة دي دايما، السعر ما بيبقاش كل مرة هو هو، وده لان الموديلات بتتغير والفساتين بتتغير وكل حاجة. يعني ده النهاردة ب75 مثلا اتباع خلاص، فاللي هيتحط بكرة ممكن يبقى ب100، ممكن يبقى ب200، ممكن يبقى ب50، بس ممكن برضو يبقى ب75. فلازم تحط في الاعتبار ان كل يوم ليه سعره وكل فستان وليه سعره. اللي انا بصورهم لكم دول هي ادتني رينج، قالت لي في ب100، في ب200، في ب250 على حسب، وفي ب75. والابيضات اللي هم فساتين الزفاف يعني برضو نفس الكلام، بس انا شايفة ان حالة الفساتين بتاعتها حلوة. الموديلات برضو كويسة، عجبني بصراحة يعني. هما بس بصوا عجبني قوي الاوف وايت في كشمير ده، حلو لطيف عجبني. وده برضو حلو، فاهمة؟ فانا عجبني المكان بتاعها. اللي عايز يوصلها زي ما قلت لكم كده، هتاخدي من وش من عند باب الاستقبال بتاع مستشفى المطرية، دي ظهرك للباب وبصي قدامك هتلاقي البلوكات. اسألي على ام زياد بتاعت الجبير، دي بداية المكان ده، وكملي بقى للاخر. ست دي مشهورة جدا، ماركة مسجلة وعلامة مميزة في سوق الخميس، ام زياد بتاعت الجبير. اللي عايز يوصل لاي مكان من اللي احنا فيه ده دول، اسألي بس على ام زياد بتاعت الجبير وخدي المكان بتاعها في وشك على طول، لا تحودي يمين ولا شمال، كملي للاخر لحد ما تلاقي المعرض ده على ايدك الشمال. تمام. دي برضو فساتين بيضة، الفساتين من جوه زي ما انتم شايفين، والاسعار في ب200، في ب300، الطب بقى خالص ب400 جنيه. تمام. بيع وشراء مش ايجار، كل حاجة بيع وشراء مش ايجار. الاتيليه زي ما انتم شايفين في حاجات كتير، وكمان الست يعني طيبة وغلبانة، ربنا يرزقها ويرضيها. الراجل ده كان بيبيع برفانات ب50 جنيه، ومعاه مانيكير 3 ب5، ومعاه تنت وروج اللهم صل على سيدنا محمد، حاجات كتير يعني. اصلا الفرش ده بتاع مين؟ بتاع اللهم صل على النبي، سلمى اللي هي بنت ام معاذ اللي كانت بتفرش في الوكالة في سوق الحد. تمام كده، هو ده الفرش بتاعها، معاه بقى كل حاجة بتفرشها في سوق الحد. انا كده حودت يمين بقى، ركزوا معايا بقى، انا كده خدت اول يمين قابلني بعد الايه المرستان اللي شفناه ده كله. كل اللي عدى ده كوم، واللي هتشوفوه ده كوم تاني خالص. تعالوا بقى المحل ده بقى تقريبا كده زي الوكالة، او لبس من الوكالة، او لبس بالة. ايوه هي دي الكلمة اللي انا بدور عليها. الفرش اللي قدامنا ده بيبيع اي قطعة ب35 جنيه، ده فستان من القطن، والنص الفوقاني من الجلد والنص التحتاني برضو من الجلد، وفي قطع من الكم كده من الجلد، وبالتكت بتاعه زي ما انتوا شايفين. تمام. القطعة هنا ب35 جنيه، اي قطعة على الفرش ده ب35 جنيه، وهو ميكس بقى حريمي ورجالي واطفالي، كل حاجة على الطاولة اللي قدامنا دي بكام؟ قلنا ب35 جنيه. طيب تعالوا بقى على الفرش ده، ده فرش فيه لانجري وفيه هدوم للبيت اللي هو كاشات وحاجات بيتي، واللهم بارك. شايفين الست اللي واقفه جنبي؟ بص كله بالتيكت، انتوا شايفين كميه التيكتات اللي قدامنا دي ولا مش واخدين بالكم؟ الست يا ما شاء الله اللهم بارك واخده كوم على ايديها. ليه بقى؟ لان اي قطعه هنا ب25 جنيه بس، وكل الحاجات اللي قدامكم بالتيكت. وانتوا شايفين السعر كام؟ 149 جنيه، يعني 150 جنيه بتتباع ب25 جنيه. تعالوا شوفوا العباية الذهبي، الستان، ستان نظيف مش الستان الناشف الواقف اللي هو التقليد، لأ لأ لأ. وطبعا انتوا باين من حركة القماش قدامك ان ده الستان المستورد النظيف ب25 جنيه بس العباية دي. طبعا دي تنفع بقى مثلا عروسة ولا حاجة، او واحدة ست بيت يعني بتحب تدلع نفسها بالحاجات دي، برضو ب25 جنيه. تمام. وكله بالتيكت يا بنات، ما تنسوش الحتة دي. الفرش ده كله بواقي محلات لانجري وكاشات وعبايات للبيت وجلاليب بيتي والقمصان اللي هي القطن برضو الجين،
كل الحاجات اللي قدامكم دي. يعني ما شاء الله انا كنت معجبه جدا بالست اللي شايله على دراعها كم هدوم دي، عجباني كده بتنقي بمزاجه ومش اي قطعه تعدي من تحت ايديه، مفيش قطعه كده حلوه الا لما تاخدها بصراحه. كمان دي جامب سوت او سلوبيتا قطن وحاجات كده لطيفه جدا. الفرش ده اكتشاف، اقسم بالله اكتشاف، كان عليه شويه حاجات بس طبعا انا ما كنتش عارفه اصور كويس عشان خاطر كان ناس كتيره جدا موجوده على الفرش يعني بتنقي منه، بس حاجات حلوه قوي بصراحه. اه طبعا انا عارفه ان انا طولت عليكم على الفرش ده، بس زي ما قلت لكم هو كان عليه حاجات كتير حلوه، كان نفسي افرجكم على كل حاجه موجوده عليه، بس طبعا بصور بايد زي ما انتم عارفين، والايد التانيه بحاول افرد لكم بيها. كان عليه حاجات جميله جدا كله مفيش قطعه ما كانش فيها التيكت، ومفيش قطعه متركب لها تيكت، لا طبعا احنا قتلنا الموضوع ده بحثا، وقلت لكم كذا مره ازاي تعرفوا ان التيكت بتاع البلوزه او التيشيرت اللي انت بتشتريه هو مش متركب. اولا بتلاقي اسم اللي على الكارت هو نفس الاسم او نفس الماركه اللي موجوده على بتبقى الورقه اللي بتبقى في اي قفا، سوري يعني قفا بلوزه او تحت الياء على طول بيبقى فيه كده كارت او ورقه صغيره اللي بتبقى بتشوك ونقطعها دي، ايوه هي دي، بيبقى عليها نفس الاسم اللي موجود على التيكت. تمام. ثانيا بيبقى تيكت محترم معروف، مش ورقه كده والسلام محطوطه زي اللي بيبقوا يعني يركبوها للهدوم. كمان كان في لانجري كتير جدا بس طبعا الناس خطفته خطف، وكان في كمان حاجات كارينا، وكل ده كان ب25 جنيه، الاربعة بمية. طيب ده فرش قمصان رجالي كان بيبيع اي قميص ب75 جنيه، وده برضو تبع فرش بالا كان بيبيع اي قميص من دول ب75 جنيه. حاولت يعني افرجكم على الموديلات اللي موجودة على قد ما قدرت، بس بصراحة عجبوني. كان يعني في كذا قميص كده، اولا قمصان جديدة خالص مش مستعملة اطلاقا، كويسة جدا، وكمان براند كويس برضو. القميص الابيض ده عجبني جدا وخامته حلوة جدا، وب75 جنيه، بس ده طبعا مش تمنه خالص خالص خالص. انتوا عارفين الاسعار راحت في داهية. وبمناسبة الاسعار عايزة اقول لكم على حاجة بقى، رحت اجيب لبس العيد للعيال، زي ما بقول لكم رحت اجيب لبس العيد للعيال، الاسعار بقى صدمتني. ده غير بقى ان انا كان معمول لي غسيل مخ من كتر ما بشوف الاسعار رخيصة في الوكالة، فدماغي برضو متسستمة على حاجة معينة يعني، او مش متسستمة يعني، انتوا مش متخيلين موقفي عامل ازاي لما مثلا انا مثلا عمالة اشوف استندات بنطلونات جينز اطفال ب25 و35 واروح الاقي البنطلون ب350 جنيه، فاللي هو ايه. فاختي كانت معايا بتقول لي لو يا بنتي نفضي دماغك من الوكالة شوية واسعارها، انسي اللي انتي بتصوريه، انسي مش هتلاقي هنا الكلام ده. اقول لها يا بنتي مش قادرة، ده الخامة وحشة جدا، ده انتي عارفة انا بشوفهم في الوكالة خامتهم حلوة جدا، ده ايه الاسعار دي. مثلا امسك تيشرت كده يا عيني لا حول له ولا قوه ب250 جنيه، فليه ده ب250 جنيه؟ فعذبت اختي يعني، كانت ماشيه معايا بتنقي معايا لبس للولاد، عذبتها من كتر ما انا دماغي متفرمطه، اقسم بالله مخي كان متفرمط يعني، علشان خاطر اجيب هدوم عذبتها معايا، علشان خاطر انا مستغليه الاسعار جدا، وهي في نفس الوقت شايفه انه عادي لان هي عيني ما بتشوفش اللي انا بشوفه، او ما بتنزلش كل يوم تشوف اسعار في الوكالة عاملة زي كده، واروح انا اشتري لبس اتصادم بارض الواقع والاقي الاسعار كده. يعني انا بقالي فترة طبعا ما نزلتش ولا اشتريت حاجة، ونازلة بقى عشان اجيب لبس العيد، فانا عارفة ان هلاقي الاسعار غالية اوكي ما فيش مشاكل، بس اولا الاسعار ضربت في اربعة، تمام ضربت في اربعة من اخر مرة مثلا انا اشتريت فيها للولاد. يعني كان البنطلون مثلا ب150 ب160 بقى ب300 و300 وشوية، التيشيرت كانت مثلا ب120 ولا حاجة بقت ب250، اضربي بقى في كل حاجة بقى بنفس الكلام ده. ده غير لبس البنات، ده حصل فيها هبل في لبس البنات، فستان ما يسواش حاجة وب700 جنيه. 700 جنيه ايه يا عم الحاج؟ ليه ده القماشة بتاعته ولا في تفصيل ولا ايه بالظبط؟ ما يسواش حاجة. انا ما عنديش بنات بس كنت بشوف عشان بنت اختي، ايه اللبس ده، ايه الكلام ده، ايه الاسعار دي، وماشيه بقى عماله اقول هي دي خامه، هي دي قماشه، ايه القرف ده، ايه الموديل ده،
ده ما فيش حاجه من اللي بشوفها في الوكاله موجوده هنا. بصي هبلت اختي والله العظيم هبلتها، قالت لي انا مش همشي معاكي تاني خالص، خدي اي حد تاني الا انا مش همشي معاكي تاني. وطبعا انا عارفه ان انا صدعتكم بالحدوته الصغيره دي، بس جه في بالي وانا بتكلم يعني معاكم قلت اشارككم اللي جه في بالي. انا من الناس العفويه التلقائيه جدا، اللي اي حاجه في بالي بقولها يعني عادي كده. وانتوا اخواتي وحبايبي طبعا، اللي اتضايق مني ممكن يوطي الصوت او يقفل الصوت خالص ويتفرج على الجوله. وانا كنت بتكلم كان في جت كده دريسات كانت حلوه، كنت عايزه اقول لكم سعرها، كان السعر 150 جنيه. تمام، هي دي الحاجه الوحيده اللي جت. الفرش ده اي قطعه عليه ب10 جنيه. وكمان كان في ستاند بنطلونات بوي فريند، جات برضو البنطلون كان ب120 جنيه، علشان ابقى انا رغيت. بس قلت لكم برضو الاسعار. انا كده خارجه بقى على بره، يعني بعد ما خدت يمين رجعت تاني في يمين تاني عشان اطلع بقى بره خالص. تمام، لا سوري، انا خدت مش، بصوا انا دخلت يمين كان في شمال مش في يمين، لان لو خرجت في يمين كنت هخرج على بره. لا انا دخلت في شمال، يعني دخلت تاني لجوه علشان نروح عند نشأة بتاع الفوط. قبل ما الفرش ده كان بيبيع اي شوز ب50 جنيه، قلت برضو افرجكم يعني عليه علشان لعل وعسى ممكن حد يعجبه من عليه حاجة. دي كلها بواقي محلات على فكرة، حاجات جلدها يعني محترم. الشبشب ده حلو جدا جدا جدا، عن تجربة كان عندي منه واحد زمان كان طبي، كنت على فكرة يعني لو والله العظيم ما تضحكوا عليا كنت بروح بالجامعة. الكلام ده من 10 سنين على فكرة، كان جلده طبيعي، وشه والنعل بتاعه سوري يعني كان طبي جدا وطري، وكان مبطن كده تحسي ان هو ليه فروة. والله العظيم كنت بروح بالجامعة، كان عندي واحد ابيض وواحد بني، اقسم بالله كنت بروح بيهم الجامعه عادي. واصحابي كمان كانوا بيقولوا لي انت جايباهم منين عشان نجيب زيهم، بس هم كانوا جايين يعني من السعوديه من بره، بس بصراحه كانوا حلوين قوي، فانا كنت بخرج بيه عادي. وانتوا دلوقتي حاليا بقت موضه اصلا ان انت تخرجي بالشبشب، بس الكلام ده كان من 10 سنين كنت بخرج بيه، كان حاجه مش يعني حاجه مش فاكره، بس مش فاكره قوي بصراحه. كنت بحبهم، كنت بخرج بيهم وكنت بحبهم. ما عليا بقى. طيب احنا هنا فين؟ احنا هنا شايفين اليافطه اللي انا زودتكم عليها اولاد يوسف زكي دي. ده بقى معرض اداره نشأة، او نشأة انت عايزه تكون هناك كل حاجه طبعا بنشأة بتاع الفوق. وألف عند زعوق عند نشأة بتاع مرتجع بولا 130 بولا. طيب تعالوا بقى نشوف عنده بكام البشكير. اول الفوطه اللي قبل كده بكام البشكير؟ بعد بكام ده يا حد اول حاجه البشكير اللي ده بكام عزيز؟ بكام هنا؟ 45 زي ما انت شايفين الحجم ما شاء الله كبير. احنا كنا بنبيعه ب60 بس الكلام ده من 4 5 عشان تمام. لسه كلام كتير خليك
مفيش حد عبيط بيرجع بعد كده بس سريع بس احنا هروح على الفطر كده انا دخلت المعرض لقيت اكل البيت هو يعني حاجه كده معتبره انت ما كنتش انا مش هاخد بالي منهم هو لا مفيش هو هو الناس مشكله اللي بقى هو كم طقم الملايه طقم 5 ولا 3 تمام صحيح عندهم بقى جهاز بيجينا المعرض مليان محتوى في واحد تقيل يا اسماعيل بص انا واحد تقيل بكم الملونه دي بكم دي ده فوطه ولا نص بشكير نص بشكير ب 60 البيضه اللي كان عندي ولا فاكره الحته اللحمه ما اعرفش اللحمه انا عندي اه عشان مني كان اللي بره انا هي كله بولا ساده وبر وجوه كمان والله العظيم ما يقدر اقول لك اهو لما يجي اخليه عامل عامر اقول لكم اه عامر يا باشا بصراحه بالبرنامج عايز الصوت الصغيره دي بكام بكام دي 4 ونص ايه يا باشا 4 ونص يعني 2 ب 10 باربعة ونص الفوط الصغيرة والنص بشكير ب60 وب45 وده غطا مرتبة ده ولا ايه؟ ده بقى الكبر المرتبة اللي قلنا عليه وكان كبر المرتبة اللي كان ب50 اعتقد ان منا كده قلت لكم على كل اسعار بكام؟ بكام لو سمحت دي؟ جدا في ال 55 بس طبعا انت انا عارفاكم اصلا ما بتستخدموش يعني كل حاجات محتاجه كده بس عايزه اخد راحتكم محتاجه البيت بيتكم يعني اللي بيحب يتفرج على كل حاجه يبقى الفرصه متاحه واللي بيتنطط يتنطط براحته تمام الفوطه دي ب 5 جنيه او لا اسف دي ب 7 ونص صغيره منها ب 4 ونص ودي ب 7 ونص ده طقم على بعضه تمام اللي هي البوله بتاعه الشوربه اللي بغطا دي بالبولات الصغيرين بتاعها ب 250 جنيه في منه الابيض وفي منه الاسود تمام كده الطقم طبعا بدون فصال انا طالما مش هشتري قلت لكم الكلام ده قبل كده ما ينفعش ابدا افاصل واضايق الست وانا مش هشتري حرام ما اقعدش بقى الاخر وكام طب انا مش هاخد ليه اعمل كده فانت طبعا لما بتشتري بتفصلي براحتك او بتتكلمي معاها براحتك زي ما انت عايزه الفرش اللي فات في الارض ده كان القطعه ب 10 جنيه وده فرش شوزات رجالي وحريمي كل قطعة وليها سعرها اللي في ايدي دي مثلا كانت ب100 جنيه الجلد اللي جنبها ديت كانت لا اسفة دي ب90 اسفة جدا الابيض اللي فيها لولي دي ب90 والجلد اللي جنبها هي اللي ب100 والرجال فيه من 60 ل120 جنيه طاولة اللبس دي كانت ب10 جنيه واللبس الداخلي ده كمان تعالوا بقى نشوف الست دي كان معاها بلاستيكات كتيرة قوي ب10 جنيه البولات واطقم البرطمانات بتاعه التوابل وبرطمانات المخلل كمان كان معاها الكولمن اللي الحنفيه بتاع العصير ده اللي هو بيتحط فيه مثلا تحط فيه عرق سوس تانج هتحطي عليه تمر هندي الحاجات دي يعني كان ب60 جنيه تمام كولمن الحنفيه للعصاير كان ب60 جنيه الدرق عندها كان ب12 وعصاره البرتقال ب10 واي شبكه من دول فيها بولات كانت ب10 جنيه دي عصرت بالطعام ب10 جنيه زي ما قلت لكم كده كمان كان معاها ازاز اطقم ازاز يعني او كوبايات قصدي وكمان المصافي اللي قدامكم الشبكه دي كلها كانت ب10 جنيه بصراحه كان معاها حاجات كتير قوي تعالوا بقى افرجكم برضو على الازاز اللي كان عندها اطقم الازاز بكام بقى كل حاجه وليها سعرها في كوبايات الفرداني الكوبايات الكبيره بتاعه عصير القصب دي اللي هي الكبيره خالص دي الكوبايه ب10 جنيه البونبونيره الازاز اللي قدامكم دي ب15 جنيه اطقم الكوبايات الطويله اللي قدامكم دي برده ب15 جنيه تمام في اطقم كوبايات ب10 3 ب10 ال3 ب10 على فكره الطقم كان 3 مش 6 الطقم ال6 كان ب30 جنيه وفي طقم 6 ب20 عادي جدا
تمام كده. بولات برضو كانت البولة معاها ب اللهم صل على سيدنا محمد ب10 جنيه تقريبا، هفتكر واقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لما يبقى الستة ب30 تبقى البولة كانت، ايوه الخمسة ب30 البولة كانت ب6 جنيه، انا افتكرت مش ب10. البولة الصغيرة كانت ب6 جنيه. المشايات اللي قدامكم دي بقى عنده اسعار من 10 جنيه لحد 35 جنيه. وبعد كده هنروح هنشوف ايه بقى، دي اخر جولتنا، بس هفرجكم بقى على ايه بقى، على اسعار الخضار اللي قابلني. الليمون ده كان ب8 جنيه، والفلفل ده كان ب10 جنيه تمام، وبرده ده سعر حلو جدا للفلفل، وكمان سعر حلو للليمون. انا شاريه كيلو ليمون امبارح ب18 جنيه، اقسم بالله ب18 جنيه شاريه من عندنا من على ناصة الشارع، يعني ب18 جنيه الكيلو. انا اقسمت بالله عشان في ناس بتكدبني في الاسعار. قبل كده واحده قالت لي كيلو السمك ب45 جنيه، ليه يا حبيبتي هو انت ساكنه فين؟ طب هو كيلو السمك عندكم بكام؟ هو ده 45 جنيه ده خلاص دلوقتي بقى رخيص، ده هو دلوقتي وصل 55. طيب الفراوله ب6.5 ما علينا، والموز ب10 جنيه، والتفاح ب20. وكده نكون وصلنا لنهايه جولتنا، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى بس انها لو عجبتكم تحطوا لي لايك للفيديو، علشان خاطر انا بتعب جدا في الفيديوهات دي في رمضان، بس كله عشان خاطركم يهون. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب العيد يجي علينا وعليكم بالخير والفرح دايما. وما تنسوش الفيديو باللايك والشير، ولو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلي الجرس لكل، وتلفي لفه حلوه يمكن تعجبك باذن الله. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وجوله جديده. مع السلامه، وكل سنه وانتم طيبين مره تانيه.